يعني ما بين الدراسات الجديدة وبين المؤتمرات والتصريحات، آخر تصريح لتدرس أدهانوم قال الوباء قادم لا محالة، يفرق بس معنا التوقيت، دخلنا في الوباء تمام الجديد ولا ليس بعد، ولا دي مجرد تخوفات؟ تمام طيب خلينا يعني لو ينفع نرجع شوية كده ل احنا 2000 عايزينك تفند الموضوع براحتك. يعني 2017 هنرجع حتى قبل جائحة كورونا. يعني منظمة الصحة العالمية عملت مجموعة من 300 باحث، قالوا لهم لو هيبقى فيه وباء قادم تفتكروا هيجي من انهي فيروس او انهي بكتيريا وشكله يبقى عامل ازاي؟ فاجتمعوا وابتدوا يحطوا لسته كده، قالوا مثلا احنا عندنا ايه، سارس اللي هو من عائله كورونا برضه، وعندنا ميرس اللي هو متلازمه الشرق الاوسط من عائله كورونا برضه، وعندنا بقى زيكا فيروس، وعندنا الوتوف، يعني من غير ما نخش يعني حطوا لسته تقريبا 25 فيروس، قالوا دول الفيروسات اللي ممكن تهدد البشريه، وكان على فكره في عائله كورونا يعني ده 2017. فبعد كده قالوا طب التوقع كان موجود، يعني الاول اجتماع للموضوع بتاع الوباء اكس ده كان 2017. بعد كده قالوا طب لو بقى حصل لنا ان جالنا فيروس او بكتيريا مش موجود في الليسته ما نعرفوش، قالوا خلاص نسميه اكس، من بره المنهج نسميه اكس. هم حطوا قالوا احنا عندنا وباء افتراضي كده، بما اننا زي الانون بتاع الماثماتكس كده هنسميه اكس، انا ما اعرفش الخصائص بتاعته ايه، ما اعرفش عنه حاجه، فلغايه لو طلع واكتشفناه هنديله هذا الاسم. فبالتالي هل في حاليا وباء اسمه اكس؟ لا، ده وباء افتراضي من 2017. بالظبط. بعد كده لسه اتحدثت 2019، بعد كده بعد كورونا طبعا كل 6 شهور بقى في اجتماع. التصريح ده بعد اخر اجتماع لل 300 باحث اللي هم بيجتمعوا كل 6 شهور تقريبا، وكل 6 شهور بيطلع التصريح بتاع احنا ابتدينا نقترب. طب ايه هو بقى وباء اكس ده اللي هم حطوا له افتراض؟ قالوا لا، هو على اي اساس برضو قالوا ان احنا ابتدينا نقترب؟ ايه الاساس اللي هم استندوا عليه؟ في حاجات معينه كده احنا انا هقول لك النهارده هنتكلم عن ملخص ال5 سنين اللي كنا بنتكلم عليهم، ولا اول 4 سنين، ان ايه اللي يخلي وباء يظهر بطريقه اسرع. احنا اتكلمنا كتير مثلا ان احنا دلوقتي بقى عندنا سوء استخدام مش طبيعي للمضادات الحيويه، اتكلمنا فيها وكلمنا ان في سوبر بكتيريا دلوقتي وفي وفيات كتيره بسبب ان في بكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، وبيموت تقريبا 1.5 مليون كل سنه على مستوى العالم بسبب الموضوع ده. فده حاجه من الحاجات اللي خليتهم يقولوا احنا بنقترب من ان يبقى عندنا بكتيريا قويه جدا ممكن تهدد البشريه. الحاجه الثانيه ان احنا بقى عندنا اختلاط غير طبيعي ما بين الانسان والحيوانات البريه. فشفنا سارس وشفنا ميرس وشفنا كورونا وشفنا كميه فيروسات غير طبيعيه بسبب الموضوع ده، ولسه هتستمر. هم حاطين ان احتماليات ان يحصل تاني فيروس يبتدي يقفز من الحيوان للانسان فرصتها عالية. احنا كان عندنا دايما من نفس فصيلة الكورونا، هم حاطين احتمالات كتير، منها من نفس فصيلة الكورونا، منها من عائلات اخرى، ولكن طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة في موضوع الايبولا والاتش اي في والايدز، يعني وبرضه من الفيروسات القفزت من حيوانات الانسان. طب احنا حاليا احنا بقى ما شاء الله متنوعين جدا. لا ما شاء الله، يعني واحنا تعاملنا مع الحيوانات يعني جاب لنا مشاكل كتير ومفيش فايدة. ده دي حاجة. احنا كانوا بيبصوا في ايه؟ احنا زمان كان كل 100 سنة بيحصل وباء كبير، كل 10 سنين بيحصل يعني او جاي حاجة. كل 10 سنين يحصل حاجة صغيرة كده زي مرض متوطن يبتدي يبقى في حاجة مثلا فيروس ينتشر زي سارس زي مش ده الطبيعي. هما بيتكلموا في ان بما ان الناس بتختلط اسرع، بما ان حركة الطيران اعلى، درجة حرارة الارض بتزيد، الناموس بتاع الملاريا العادي ده مثلا ابتدى يهاجر لاماكن ما كانش موجود فيها قبل كده، ابتدينا نشوف حالات ملاريا في امريكا مثلا. فبالتالي كل ده هيسرع الوتيره بتاعت ان بدل ما هي تبقى كل 100 سنه لا دي هتبقى كل 30، لا دي هتبقى كل 20، بدل كل 10 سنين هيبقى عندنا فيروس لا هيبقى كل 5 سنين. فبالتالي السرعه دي ليها علاقه بالظروف اللي احنا عايشين بيها، مش ليها علاقه ان في فيروس فعلا لقوه ويطلع لنا. فبالتالي عالم التكنولوجيا والتقنيات الجديده في عالم الطب ما قدرش يقف حائل في الموضوع ده، خاصة أن في آخر مؤتمر الاتحاد الأوروبي هم كانوا بيتكلموا على التقنيات الحديثة، وكانوا بيتكلموا أن هم عايزين إزاي هم ينقذوا البشرية. يعني هم عملوا حاجة ظريفة قوي في المؤتمر ده بالذات، ومن ساعة ما تقابلوا في دافوس قبل كده وبعدها عملوا حاجة اسمها 100 days to vaccine، يعني إزاي ممكن أبتدي يبقى عندي آلية أن في خلال 100 يوم أعرف أكتشف لقاح لأي فيروس هيطلع لي جديد، سواء كان هو الوباء اكس اللي احنا مش عارفينه او اي فيروس تاني. ده اللي حاليا هم بيشتغلوا عليه، ان انا ازاي يبقى عندي منصات اقدر اشتغل بيها على كده. ممكن نقول ممكن معلومه هنا ثواني اقطعك. اوكي. ما تم من شركه استرازينيكا في الفتره اللي فاتت، هل ده خلاهم يرجعوا بعض الشيء
ما تم أخذه من تطورات في إطار إصدار اللقاحات الجديدة والسريعة بين قوسين. يعني فكرة السرعة في الموضوع ده برضو عليها عامل كتير جدا أو كبير جدا في الخطورة. فهنا برضو أنا هسألك، عامل الضرر قصاد عامل الاستفادة؟ الاستفادة هو إحنا دايما بنقول النفع قصاد الضرر، هو ده اللي بيخلينا نوافق على لقاح أو نوافق على دواء. هو بالنسبة لهم أسترازينيكا ما كانش فيه أي حاجة مفاجأة، التصريح اللي طلع ده هم كانوا عارفين، وإحنا كنا اتكلمنا حتى فيه في البرنامج ومنظمة الصحة اتكلمت فيه من 2021. فبالنسبة لهم هو الموضوع ما هي إلا القضية اللي مصارة، لأن طبعا الناس حتى لو ماضية يعني إقرار بأن عارف أن ده موافقة عاجلة وأن ده لقاح لسه تحت التجربة، هو في حق دستوري لأي مواطن في أي بلد أنه عنده ضرر، بس هو في الآخر ما حصلش أي حاجة جديدة تستدعي منظمة الصحة تقول آه ده إحنا ما كناش واخدين بالنا محتاجين نراجع. لا، الجلطات كانت موجودة من بعدها ب 12 شهر معروفة. الثرومبوسايتوبينيا اللي هو العرض الجانبي للصفائح ده كان معلوم إن هو أثر بيسموه في غاية الندرة، في حاجات بتبقى مسميها أثار جانبية عادية، في نادرة، في غاية الندرة ألترا رير. الغاية الندرة دي موجودة في كل حاجة. إحنا كنا لسه بنقول المسكنات اللي احنا بنستخدمها في منها عنده نفس الاثر الجانبي ده بنسبه اعلى، كورونا نفسها بتسبب نفس الاثر الجانبي ده 10 مرات اكتر مثلا من اللقاح. فهو بالنسبه لهم ده مش مشكله كبيره، هما بالنسبه لهم الحاجه المهمه ان ازاي، وده اكتر بقى حاجه ابتدت تطلع الاسبوع ده، ازاي نرجع ثقه الناس في اللقاحات اصلا. بالظبط، لان الناس ابتدت تقول ايه ده، هو اللقاح طب انا هعمل ايه، ده انا واخده من سنتين، هتصرف ازاي. طيب هل برضو عشان نطمن الناس اللي تابعوا البيان بتاع شركه استرازينيكا، هل لينا ان احنا نقلق الناس اللي اخذت استرازينيكا ليها انها تقلق دلوقتي؟ اللي خدوا من سنتين وسنه ومش عارف ايه، 2021 ولا اي حاجه، لان هو الاثر الجانبي ده هيظهر في اقل من شهر، من اسبوع لشهر، فبالتالي ده حد اقصى. لان هو دي الناس اللي عندها قابليه لتكون جلطات. وساعتها كانت نزل تصريح من حتى من وزاره الصحه في مصر هنا ان اي حد جسمه عنده قابليه لتكوين جلطات محتاج ان هو ما ياخدش استرازينيكا، او ياخد استرازينيكا تحت اشراف طبي عشان ياخد دواء مذيب للجلطات، لو فاكرين ده كان من 3 سنين. فالسيدات مثلا ما كانش بينصح ليهم باسترازينيكا، كان ينصح ليهم بفايزر. عكس مثلا الرجال تحت 40 ما كانش بينصح ليهم ياخد فايزر وياخد استرازينيكا. هو تحديد كل فئه ياخدوا انهي لقاح ده اللي المفروض يبقى موجود بس دلوقتي، لكن ما فيش اي ضرر من اي حد اخد اللقاح، محدش يقلق عشان ده اكتر حاجه الناس بتتكلم فيها. عوده مره اخرى لمؤتمر الاتحاد الاوروبي، الحمايه من جوائح المستقبل. وهنا بيجي السؤال، هم اسموها يعني مؤتمر الفرصه الاخيره، هل شفت النتيجه على قدر اسم المؤتمر؟ نتكلم ارقام. احنا دايما بنقول ده معناها ان احنا محتاجين يبقى في عندنا ميزانيه للطب الوقائي اعلى من زمان. تمام، ده ما حصلش أول. على مستوى العالم، على مستوى العالم كله. احنا لسه على مستوى العالم الطب الوقائي كبادجت كميزانيات اقل بكثير من المتوقع واللي كانت منظمه الصحه نفسها ان هي توصل. يعني كانوا اقل زي ايه، رجعنا تاني لنفس معدلات قبل كورونا. يعني ساعه كورونا معدلات الطب الوقائي زادت جدا، دلوقتي هي بالملي نفس المعدل بتاع قبل كوفيد. فطبعا هم عندهم احباط، يعني لو شفنا التصريح بتاع منظمه الصحه في احباط كبير جدا. يا جماعه كل اللي احنا بنتكلم فيه، احنا قلنا ان كورونا جالنا وما كناش مستعدين، ليه مصممين نبقى برضه مش مستعدين؟ الميزانيات قليله، احنا بنتكلم على في بعض الدول الكبرى كمان ميزانيه للطب الوقائي اقل من 5% قصاد الطب العلاجي، مع ان احنا كل دولار بتصرفيه طب وقائي بتاخدي قصاده تقريبا توفير 7 طب علاجي. فبالتالي انا محتاج بحث وتطوير للقاحات، ده ما بقاش موجود. وهم اكدوا في المؤتمر كمان على حاجه ظريفه جدا، قالوا انتوا كنتوا فاكرين ان مثلا اللقاحات دي عشان احنا صحينا الصبح افتكرنا ان في فيروس فابتدينا ننشئ فيها، لا احنا شغالين على الاليه بتاعه اللقاحات من 2017. لو ما كانوش شركه فايزر موديرنا بيشتغلوا على ميرس اللي هو متلازمه الشق الاوسط التنفسيه وابتدوا ان هو يحاولوا يعملوا لقاح، ما كانوش عرفوا يطوروا لقاح سريع لكورونا. فبالتالي ايه ده، احنا قعدنا سنتين ما كانش في لقاح. لا ده سريع جدا. احنا يعني لو قارنا ده مثلا بال، انا فاكره كان وقتها في عز كنت بتقول لنا لا لازم يقعد 10 سنين يعني في عز الكورونا ما فيش لقاح بيطلع قبل كده. فطبعا ان هو يقعد سنه او يقعد سنه ونص، لا ده وقت سريع جدا. احنا اوقات بيبقى التطوير نفسه بيقعد كمان اوقات 15 سنه.